السلام عليكم مرحبا بكم. يعني هاد اليامات راه كاين الافراح في ديارنا، ان شاء الله كامل يفرح، يعني تفرحوا بوليداتكم. اليوم درت لكم هاد الحلوه اللي هي مقروض الفلون، حلوه تقطع ما شاء الله. انا قطعت لي حوالي 60 حبه، ذوب في اليد يعني قبل ما توصليها لفمك ذوب، حلوه بزاف بنينه. يلا معايا باش نشوفوا الطريقه كيفاش نحضروا هاد الحلوه. هادي راح نحتاجو في العجينه 250 غرام مارغرين طريه، نحتاج معها كاس تاع الفلون ذوق ليمون، راه كاين في المحلات الان كاس فلون ذوق ليمون. ما صبتيش ذوق ليمون واش ديري؟ ديري كاس تاع فلون ذوق فاني ونزيدو له عصير تاع حبه قارص وزاز تاع القارص، يعني في حاله ما صبتيش الليمون. الا صبتي تاع الليمون ديري كاس تاع فلون ذوق ليمون، زوج بيضات كاملين، مغرفه كبيره تاع لافاني، كيس تاع خميره كيميائيه، والفارينة باش نلمو العجينة. هذا واش فيها؟ نبداو بطريقة مباشرة، ندير هذا الكاس تاع الفلون ذوق ليمون، ما صبتيش ديري فاني مع الزست والعصير تاع القارص. إذا درت هذيك المغرفة الكبيرة تاع لافاني، نزيد زوج بيضات كاملين، ندير كلش مع بعض لأنه عندي لامارغارين لهنا طرية ورانا في الصيف يعني سخانة، يا تجب ديها راح تولي طريه يعني تمتم. اذا من بعد واش ندير؟ نخدم هذا الخليط مع بعض حتى ينسجم لنا ونحصلوا على خليط كريمي. بعد ما خلطتو مليح تحسي انه هذاك الفلون ذاب، كما لاحظتوا ما درناش السكر لانه الفلون حلو فيه السكر. ندير هذاك الكيس تاع خميره كيميائيه، اذا نفتحو. اول حاجه ندير شويه تاع الفارينه وندير كيس تاع خميره كيميائيه ونبدا نلم في العجينه. اذا نبقى نزيد في الفارينه حتى نحصل على العجينه تكون طريه ما تلصقش في اليد. في هذيك الدقيقه نحبسوا الفارينه. بعد ما لميت العجينه ها هي معنا، شوفوا اللون تاعها يجي صفر على جال هذاك لو فلون، يعني ميم كي ديري فلون فاني راح يجيك صفر. اذا نحكم كميه تاع العجينه، العجينه نخلوها طريه شويه، لاحظوا لكن تكون القوام تاعها يعني ما يلصقش. نحكمو وندير حربوش ونديرو حسابنا انه فيه الخميره يعني رايح يخمر، وكل وحده كيفاش تحب الحلوه تاعها، كاين اللي تحب مقروطات كبار وكاين اللي تحب مقروطات صغار، يعني الحبه كي تجي معبره تجي احسن. اذا نفتح بهذه الطريقه، نديرو كامل نفس السمك اذا هذه هي الطريقه. من بعد نحكم وندير بروطات، نديرهم كامل نفس الكبر مع الطيب وتخمر، تجينا هذيك هي مقطع الطريقه. يعني شوفوا الكبر تاع الحبه، ندير لكم هكذا في يدي باش تلاحظوا يعني بالتقريب شحال نديروا الكبر. اذا ندير كامل هاد الحبات هادو نديرهم في السنيبه. بعد ما عمرت السنيبه ندخل على 180 درجه، نشعلوها غير من التحت ونطيبو حتى نشوفوا تحمر هذيك التحميره الشابه، نخرجو نخلو حتى يبرد ونكملو. بعد ما طابت الحلوه ها هي معنا، شوفوا كيفاش طيبناها، يعني دارت لي زوج سنيوات كيما رانا نشوفو فيها، يعني ما شاء الله قطعت لي بالتقريب 55 حتى 60 حبه على حسب ما تقطعي الحبه تاعك. من بعد هنا واش راح نحتاج؟ هنا عندي كميه تاع المزهر، نحتاجو المزهر والسكر كلاص. المزهر لازم في هذه الوصفه، علاش؟ هو اللي يمد لنا واحد البنه مميزه لهذه الحلوه. اذا الحلوه تاعنا برد بطبيعه الحال، نديرها في المزهر ونديرها تنشف شويه بطبيعه الحال، ما نديرهاش مباشره في السكر، نديرها بالمزهر هكذا باش ما ترفدلناش بزاف السكر وما تجيناش هذيك لاكوش خشينه تاع السكر كلاص. ندير حبيبات. اذا من بعد نحكم هذاك الحلوه هذيك، نحيها من هذاك الكسكاس تكون نشفت شويه ونغبرها. انا ما نحبش ندير بزاف السكر كلاص، تغبيره خفيفه فقط.
هذا نغبره شويه والمزهر دخلي وخرجي، متخليش يطول بزاف المزهر هكذا باش ما يتفتتش الحلوه تاعك. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونعاود نرجعها في السنيوه هكذا باش تنشف. من بعد ما نشفت الحلوه خليتها حوالي ساعتين يعني خليتها تنشف، نعاود نسكرها المره الثانيه. اذا البنات اسكو تحملوا السكر غلاس؟ انا من نوع الناس اللي ما نحملش السكر غلاس في يدي، يعني كي ندير حلوه مسكره. اذا ها هي الحبه معنا، نعاود نسكر كامل الحلوه اللي عندي بهذه الطريقه وننفضها شويه هكذا باش ما تجيناش معمره بزاف وما تجيش كوش خشينه. بعد ما كملت يعني غبرتو سكرتو تسكيره ثانيه، ندير غير هكذا بالصفايه هكذا باش يخرج الشكل تاعو شباب فقط شويه شويه، ونديرو في لي كيسات ونقدمه. الحلوه تاع نهار اليوم ها هي بعد ما درتها في لي كيسات، شوفوا الحلوه تاعنا كيفاش جاتنا ودلي يعني كميه ما شاء الله 250 غرام دارت لي 60 حبه. بنتها هذاك المزهر مع لو فلون تاع القارص يعطينا واحد البنه ما شاء الله، وعطيتكم البديل تاع الفلون تاع القارص على بالي بلي ماشي كامل الناس راح يتلقاوه. اذا راح نقسمو حبه هكذا باش نشوفو يعني القوام تاعو في الوسط كيفاش داير. اذا ها هي الحبه تاع الحلوه تاعنا، اذا نقسمها بسم الله. لاحظوا يعني الموس يمشي وحده رغم انه راني نقسم غير بيد واحده. اذا نشوفوا كيفاش يجينا في الوسط، يجينا الصفر رائع، يجي ذوب ذوبان. لاحظوا الحبه كي تمسيها يعني الذوب. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.